جل شأن الله من على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله جل شأن الله من على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله. أعزائي متابعي قناة فادي التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في التمرين 20، وهو التحكم بجرس كهربائي ومصباح كهربائي موصولين على التوازي من خلال الضواغط الثلاثة، ضواغط الأجراس الثلاثة. فإلى الشرح، المكونات: علبة توصيل رباعية وعلبتين جانبيات الأغذية الطرق وثلاثة ضواغط أجراس ومصباح كهربائي وجرس كهربائي ومصدر للجهد الكهربائي. سيتطلب توصيل مصدر الجهد الكهربائي بالعلبة الوسطى، ثم نقوم بتوصيل العلبة الوسطى بالعلب الجانبية، ثم نقوم بتوصيل ضواغط الأجراس الثلاثة بالعلب الجانبية، ثم توصيل المصباح والجرس الكهربائي بالعلب الجانبية. جميع هذه الخطوط تحمل بداخلها خطين أو سلكين عدا الخطين الواصلين من علبة الوصل الوسطى إلى العلب الجانبية، فكلاهما يحمل بداخله ثلاثة أسلاك. سيقوم المتحكمات الثلاثة وهي ضواغط الأجراس بالتحكم في كل من المصباح الكهربائي والجرس الكهربائي. فإلى التفاصيل، علب التوصيل الثلاثة والضواغط الثلاثة والجرس الكهربائي والمصباح الكهربائي ومصدر للجهد الكهربائي. سنقوم أولا بتوصيل الخط الحار إلى العلبة الوسطى، ثم يتفرع إلى الضواغط الثلاثة. إذن سنقوم بتوصيل الخط الحار إلى العلبة الوسطى، ثم يتفرع إلى الضواغط الثلاثة. سنقوم بتوصيل الرواجع الثلاثة من الضواغط مع بعضها البعض، ثم نوصلها في كل من المصباح الكهربائي والجرس الكهربائي. إذن سنقوم بتوصيل رواجع الضواغط الثلاثة جميعها مع بعضها البعض، ثم توصيلها إلى كل من الجرس الكهربائي والمصباح الكهربائي من خلال علب التوصيل. سنقوم بتوصيل الخط البارد إلى العلبة الوسطى، ثم يتفرع إلى كل من الجرس والمصباح الكهربائي. إذن سنقوم بتوصيل الخط البارد إلى العلبة الوسطى، ثم يتفرع إلى كل من الجرس والمصباح الكهربائي. بهذا ننتهي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة فادي التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين التمديدات الكهربائية المنزلية، وهو عبارة عن التحكم بجرس كهربائي ومصباح كهربائي من خلال ثلاثة ضواغط. يعني إذا ضغطنا على أي ضاغط من الضواغط هاي راح يشتغل الجرس والمصباح في آن واحد في نفس الوقت لأنهم على التوازي. إذن خلينا نشوف التوصيل. الخط الحار الأحمر لازم يصل للضواغط الثلاث، فهو بالوصلة هاي من علبة الوسط وصل لعلبة الوسط، ومن هون وزعناه نزل على الضاغط اللي في الوسط وأيضا إلى الضاغط في اليمين وإلى الضاغط في الشمال. إذن كل ضاغط من الضواغط الثلاثة وصلوا خط حار من الوصلة هاي. الآن بالنسبة للرواجع، كل ضاغط راح يطلع منه راجع باللون الأخضر، هذا هو كل ضاغط بيطلع منه راجع. الثلاث رواجع بيلتقوا بوصلة جسر كامل بسلك بين العلب الثلاث، واليمين هون بنطلع الوصلة تاعت الرواجع على إيش؟ على الجرس باللون الأزرق كراجع للجرس، وعلى الجهة الشمال بنطلع الوصلة تاعت الرواجع إلى اللمبة إلى المصباح كراجع للمصباح. بظل عندنا خط البارد. الخط البارد إجا هون على علبة التجمع في الوسط
ومن علبة التجمع في الوسط انتقل إلى الجهتين اليمين والشمال. إلى اليمين طلع على الجرس كأنه حمل كهربائي في الجهة اليمين، ومن التجمع إلى الشمال إلى علبة الشمال وطلع إلى المصباح الكهربائي الحمل اللي على اليسار. إذا كل شيء بالدائرة جاهز الآن توصيله. الضاغط كل واحد وصل من وصل إله حار وراجع للجرس وراجع لللمبة، كل الثلاث ضواغط، والجرس الكهربائي وصله خط بارد وصله راجع من الضواغط من وصله هاي، المصباح الكهربائي وصله بارد ووصله راجع من الرواجع الثلاث اللي اجتمعوا هون في الوصلة هاي. هيك بكون غطينا التمرين. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل شأن الله من على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى. جل شأن الله من على